بسم الله نبتدي بدا ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم يا أهل الخير. بنقول رمضان خلاص انتهى على خير، وربنا يا رب يتقبل منا كل شيء، والعيد أيضا كل عام وحضراتكم بخير. الفترة دي بنقول فترة أفراح، دايما اي حد عايز يتجوز يقول لك بعد العيد، ففتره انبساط. ربنا يكرم كل واحد ما اتجوزش ويتجوز، وكل واحد متجوز ربنا يعينه على اللي هو فيه. طيب، فكره التيسير في امور الزواج، وفكره ايضا التعسير. احيانا تلاقي واحد النهارده يحجز قاعه وكوافير وشويه لوازم الفرح كده عشان يقول لك عملت الفرح. ممكن احيانا التكلفه توصل من 50 ل 100 الف جنيه، واحيانا بتوصل نص مليون جنيه حسب القدرات الماديه. لكن اللي الغريب انك يعني ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت امكانياتك الماديه محدوده وبتكح تراب احيانا، وتلاقيك تروح تستلف، تخرج من الفرح مديون ب 100 الف جنيه عشان الباشا عايز يعمل فرح في القاعه ويعزم صحابه والكلام ده، عايز يفرح في الليله دي، ويقول لك يا ليله العمر. طب ليله العمر احنا بنقول التيسير علشان الدنيا تمشي، ولا نصعبها على بعض؟ اكيد هنشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بينصح الشباب بايه بالظبط، ونعرف اكتر عن كل هذه التفاصيل مع شيخنا الفاضل والجليل اللي منورنا دايما مع اهل الخير، الشيخ عبد الازهري من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اهلا معالي الدكتور، ربنا يبارك. كل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. يا رب. التيسير في امور الزواج يا مولانا. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعده مهمه جدا، وقال إن حتى في أمر المهر أقلهن مهرا أكثرهن بركة. المهر اللي هو إيه بالظبط مولانا؟ المهر ركن من أركان عقد الزواج، يعني ما يدفعه الرجل للمرأة مقابل الزواج. فقد يكون مهر معجل إن هو يديها فلوس، وإحنا عندنا دلوقتي يعني بسبب إن الناس ظروفها المادية صعبة شوية، فيقول لك إيه، أنا هكتبه مؤخر في الأسيمة بتاعت الزواج. تمام. فحتى بقى شوف في أمر المهر اللي هو ركن من أركان العقد، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فيه تيسير، اللي هيسر ربنا سبحانه وتعالى هيزود له في هذا الأمر بركة. جميل. طيب إحنا بقى اللي بنلزم أنفسنا بأمور، يعني تيجي تشوف بقى شعوب العالم وهم في أمر الزواج، تلاقي الزواج ميسر جدا، مش مطلوب بقى ذهب كام جرام، لأن يعني إحنا في بعض الناس بيشترط عدد جرامات معينة ملوش علاقة الجرام بكام. هو كده، احنا عندنا 100 جرام ذهب. واحيانا اللي بقى اصل بنت خالتها جالها 100 جرام ذهب، اصل بنت عمها نفس القصه، اصل اخر حد كتب القايمه كتبها بمليون جنيه او ب 2 مليون جنيه، في حين اللي انت جايبه كله ممكن عامل 300 400 الف جنيه. لكن العرف احيانا بيكون، وخصوصا في الكرة يا مولانا، يقول لك ايه، نشوف مين عمل اخر قايمه ونكتب زيها. اتفضل يا مولانا. وكله بيبص لبعض زي ما حضرتك تفضلت. ومش بس كده، يعني احنا بنروح احيانا غارمات يتصلوا بينا، يا جماعه احنا الست دي هتتحبس عليها ايصالات، والراجل ودى الايصالات للمحكمه، فنروح علشان نشوف الحاله، تلاقيها جايبه غساله اطباق وغساله ملابس وغساله ملابس اطفال. الله. طب يا ست الكل، انت ظروفك ما تسمحش. تمام. وجايبه حاجات غاليه وحاجات كتير. طب ما تجيبي على قدك، يعني هنتفضح في وسط الناس. طب ما انت كده كده هتتفضحي. يعني انت لما تدخلي اسم، ولا لما تدخلي الحجز، ولا لما تتحبسي فتره من الزمن، دي في وسط الناس هتبقى عامله ازاي؟ اصل بنتنا مش اقل من بنت خالتها مثلا، بنبص لبعض مولانا زي ما حضرتك تفضلت بالظبط. والله يا دكتور احنا في وضع حالات الطلاق منتشره بشكل كبير جدا، واحنا بنجلس في مجالس الطلاق بنلاقي البنت اتجوزت شهرين، والعزال او العفش، العزال ده بيقولوا عليه كده في الريف. صحيح. والعفش بيتباع بابخس الاثمان. البركه والسعاده ليست مرتبطه بالامور الماديه. ايوه. ولكن مرتبطه بمدى قناعه الانسان ورضا الانسان. ولذلك شوف ربنا يقول لنا ايه، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به. يعني ما تبصش لغيرك. تمام. ليه؟ لان هذا سبب من اسباب عدم السعاده وعدم الاطمئنان، ويخلي زي ما حضرتك قلت واحد يعني ظروفه الماديه صعبه يروح يداين علشان ليله العمر. يعني انا شفت ناس كتير جدا بكل اريحيه وبكل بساطه
ياخدوا بعضهم كده يتصوروا صورتين حلوين في أي مكان في حديقة عامة، والناس تيجي تهيص معاهم وزفة كده بالعربيات، ولا صرف المصاريف دي كلها معهوش. تمام، بنقول ليلة العمر. أحيانا في بعض الأفراح وخصوصا الأفراح الشعبية اللي موجودة في القرى وفي الريف، ليلة العمر بقى الراجل عايز يوجب مولانا مع أصحابه، فتلاقي الترابيزة مرصوصة على كل لون، بقى يا بطاستا زي ما بيقولوا، تمام، وكل شيء النهارده عايز يوجب مع اصحابه الراجل، فتلاقي حاجات كده كلها محرمه، حرام في حرام. الفرح زي ما بقول، زي ما بقول لك انا عشت حرام في حرام. الليله دي بتكون كده لبعض الناس وبيستعد ليها، وممكن يستلف فلوس عشان يوجب معاهم كل الكلام ده يكون موجود سواء على المسرح او على الترابيزات. وللاسف بنقول يعني حاجات ملهاش اي علاقه ابدا بالدين ولا بالعادات ولا بالعرف احيانا كمان، ولا بالفرح. صحيح، ولا بالفرح. يعني اذا بليتم فاستتروا، زي حضرتك قلت، والله يعني دي مشاهد بنشوفها للاسف لا علاقه له بالزواج. يعني شوف، حتى احنا بنحارب فكره الإسراف في الزواج، في التجهيز، في المهور، في الذهب والشبكة والحاجات دي، شيل ده كله على جنب وتعالى بقى انت بتعمل زي ما بيقولوا كده ليلة العمر. ليه ترتكب فيها الكبائر؟ ليه تشيل آثام كل الناس اللي بتشرب على حسابك وفي مكانك وتحت رعايتك؟ هيقول لك ليلة بقى مولانا وعايزين ننبسط، يعني هتيجي على ليلة، على ليلة يعني. مع ما هو دي أسباب فشل حياة ناس كتير جدا. تمام، ان هو بيستصغر المعصية، بيستصغر الذنب، بيبدأ حياته بدل ما يقول يا رب لك الحمد ولك الشكر أن وفقتني وجمعت بيني وبين من أحب. تمام، وتكوين بيت جميل، فبدل ما يشكر ربنا سبحانه وتعالى بيعلن العصيان بأقبح طريق. تمام، إسراف وكبائر وذنوب في هذه الليلة التي من الله بها عليه، ويبقى قاعد مستناها بقاله كتير، ولما ربنا يكرمه يعصي الله عز وجل. صحيح. على الجانب الآخر بقى مولانا، بنلاقي ناس برضو أحيانا يروح يكتب كاتب كتاب في مسجد مثلا، ويقول لك والله أنا أخد زوجتي وأروح أعمل بقى عمرة، أو أروح أتفسح حتى في بلد أسيوية أو في أي مكان في مصر كده يكون مكان سياحي ومع نفسي والجو ده، بعيدا عن كل المحرمات وبعيدا عن كل التكاليف اللي الإنسان بيكلفها على نفسه بنفسه. للأسف نروح لأهل الخير ونشوف عندنا المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز، ونرجع بقى لعمل الخير. مش معنى أن رمضان انتهى أن الخير انتهى معاه، أبدا. ربك إذا كان رب رمضان فهو رب كل الشهور، والناس اللي بيحبوا عمل الخير بيحبوا في رمضان وخارج رمضان. هنشوف المسجد الكبير اللي موجود في أبو المعاطي الباز ببني عبيد بمحافظة الدقهلية، ونرجع بإذن الله نكمل معكم مرة أخرى مع أهل الخير. مع أحد أهالي القرية الموجودين وإحنا بنقوم بهدم هذا المسجد وتوسعته بإذن الله تبارك وتعالى، لأن فيه قرار جه من وزارة الأوقاف بهدم هذا المسجد. أستاذنا الغالي، إيه شعورك وإنت شايف أول شرارة لبناء هذا المسجد؟ إحنا عاوزين الجامع ده بس، والله الجامع ده إحنا عاوزين أهم حاجة الجامع ده يتظبط ويبقى 100% ومش عاوزين أكتر من كده. هل فيه مكان تاني بنصلي فيه غير هذا المسجد؟ الله يعمل شيء. حضرتك ساكن فين؟ قريب منه ولا بعيد؟ قريب من المسجد ولا بعيد من المسجد؟ يعني ده المكان ده إن شاء الله هيكون أحسن وأحسن مما كان موجود في السابق بإذن الله تبارك وتعالى. كل اللي بيشاهدنا تطلب منه إيه؟ أطلب منه الرعاية للجامع ده وإخدام الجامع ده. إن شاء الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى سوف يتم بناء هذا المسجد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القائمين فيه. ومعانا ومشرفنا الحج عاشور من أهالي هذه القرية. حج عاشور، إيه رأيك في اللي بيحصل دلوقتي؟ والله سعادتك إحنا بنناشد أهل الخير، إحنا ما عندناش المسجد ده في القرية، وإحنا قرية 3000 أو 3500 فرد، وظروفنا كلها ربنا يعلم بها، فاحنا بنناشد اهل الخير وبنناشد المسؤولين ان يساعدونا في المسجد ده. هو حضرتك ساكن قريب من هنا ولا بعيد شويه؟ انا في ريح المسجد ب 20 متر او ب 40 متر. ايه رايك والانشاءات بتحصل والهدم بيحصل وقرار من وزاره الاوقاف بهدم هذا المسجد؟ هل في نفسك شعور فرح ولا حزين على ما كان في هذا المسجد؟ والله هو انا حزين ان المسجد بتاع جدودنا اتهد، ماشي، لكن انا سعيد ان المسجد بتاعنا هيتبنى
لاولاد ولادنا، لان احنا المسجد دوت بقى له حوالي من 60 سنه وبيقع علينا، والحمامات بايظه، وكنا بنخش نصلي كان بقع علينا حجاره من السقف. طب تناشد المشاهدين وتقول لهم ايه؟ بناشد المشاهدين واهل الخير ان يساعدونا، ساعدونا في بناء المسجد عشان ولاد ولادنا، احنا ما معناش مقدره ان احنا نبني المسجد، فاحنا بنطلب منكم المساعده والمقدره ان انتوا تساعدونا. بضم صوتي لصوت الحاج ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في كل القائمين على هذا المسجد، وان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكل من تصدق لله تبارك وتعالى، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاد بهذه الصدقه، فقال الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعه من سعته. اللي معاه مال يتصدق من هذا المال، اللي معاه صنعه وصحه يتصدق بهذه الصنعه والصحه، اللي معاه كلمه طيبه يتصدق بهذه الكلمه الطيبه. واسال الله تبارك وتعالى ان يتم بناء هذا المسجد على خير. وزي ما حضراتكم شايفين ان المسجد قد تم الهدم، وان المسجد محتاج مواد بناء كثيره. ومع سائق اللودر هنساله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله دي اعمال خير، واحنا بنحب نساهم في اعمال الخير. يعني انت سعيد من جواك ان انت بتساهم في بناء هذا المسجد؟ حصل والله. تعرف ان بيت ربنا سبحانه وتعالى كل من ساهم فيه ولو بطوبه ولو بمتر رمل ولو بطن اسمنت، كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى لا يذهب هباء منثورا؟ حصل والله. يعني انت سعيد وفرحان؟ انت من اهل هذه القريه؟ انا من قريه جنبها، بس انا مبسوط ان انا جاي اساهم فيها للخير، جاي تساعدهم لوجه الله تبارك وتعالى. ده يا جماعه افضل مثال عند ربنا سبحانه وتعالى. واحد جاي يساعد ومش عايز مقابل، كل المقابل اللي هو محتاجه ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في اولاده ويبارك في صحته، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضيق مخرجا وفرجا باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاخوه المؤمنون، هذا مسجد الله تبارك وتعالى محتاج لكل قرش، لكل جنيه، محتاج ان تتصدق لله تبارك وتعالى باي شيء. لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا الا وسعها. فاسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في كل القائمين، وان يبارك في كل متبرع، وان يبارك في مؤسسه عمر ابن عبد العزيز، واسال الله تبارك وتعالى لها التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى. وزي ما احنا شايفين يا جماعه اهل القريه كلهم متواجدين، مش عارف اوصف شعورهم، سعاده، فرح، كرم من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله وباذن الله سبحانه وتعالى سوف يتم هذا البناء. بس عايزين من حضراتكم ايه؟ الصدقه لله تبارك وتعالى، التبرع لبناء هذا المسجد. والله لو اهل القريه يمتلكون شيئا لاقاموا بناء هذا المسجد من اوله لاخره، ولكن زي ما انتم شايفين الطوب غالي والحديد غالي والاسمنت غالي، فهم بينشدوكم ان تتبرعوا لله تبارك وتعالى. وشكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأيام بتمر وبتعدي، لكن أهل الخير موجودين، وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ده اللي بيحصل والله، وده اللي بنشوفه دايما من أهل الخير اللي بتفرجوا علينا، ربنا يحفظهم. من خلال جمعية عمر ابن عبد العزيز أيضا، ربنا يجعل كل الكلام ده في ميزان حسناتهم كل القائمين فيها. عندنا مسجد أبو المعاطي الباز، اللي هو المسجد الكبير في قرية أبو المعاطي الباز اللي موجود في مركز بني عبيد. كنا بنناشد أهل الخير عايزين يتم عملية الإحلال ونبدأ في عملية التجديد، والحمد لله بدأنا أول خطوة، ودلوقتي يعني محتاجين بقى نكمل المسجد على خير. ولما بنقول زي ما قلنا قبل كده المسجد الكبير، يعني معناه المسجد الرئيسي اللي موجود في المكان. محتاجين همة أهل الخير معانا، عايزين عيد الأضحى المبارك يعني ربنا يحفظكم كده يجي ونلاقي إنجاز فيه، ونلاقي إنجاز في المسجد الكبير، علشان أهالينا الفترة اللي جاية يكون لهم نصيب ان هم يصلوا اي مناسبات يكون من خلال المسجد الكبير. معانا الشيخ عبد الازهري، وكان موجود ايضا في المسجد الكبير في ابو المعاطي الباز، اكيد هيوضح لنا اكتر عن التفاصيل. اتفضل يا مولانا. والله يا دكتور، يعني احنا ربنا ييسر لنا، وكنا صحبه في ورحنا المسجد، وسعدت اكتر لما شفت عمليات الاحلال.
دي يمكن هي الخطوة زي ما بيقولوا كده 50% من العمل. احنا خلاص صحيح. أزلنا المبنى القديم وبدأنا هنبني بقى على نضيف زي ما بيقولوا كده إن شاء الله. الرسالة بقى لأهل الخير زي ما حضرتك تفضلت، رمضان خلص ولكن عمل الخير لم ينتهي. أهل الخير ما لا يتوقفون كثيرا عند مواسم الطاعات. تمام. هو بيبذل أكثر في شهر رمضان، ولكن في شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي كل الشهور هو من أهل الخير، هو تمام. رجل معطاء. عاوز أوصل لهم رسالة مهمة جدا، أن من علامات قبول الطاعة أن يتبعها العبد بطاعة. تمام. الاستمرارية دايما. الاستمرارية. إن هو بيرتقي من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام في القرب من الله سبحانه وتعالى. جميل. دايما كل ما يفتح باب من أبواب الخير وكل ما يشارك مع أهل الخير في إنجاز وفي عمل معين، أيوه. تبص تلاقيه يتطلع لما هو إيه أعلى وأفضل. صحيح. ولذلك بنقول المسجد عملنا عملية الإحلال، ولكن اللي جاي بقى هو الأكبر وهو الأضخم وهو التأسيس. فالناس اللي هي بتبقى سباقة بالخير، السابقون السابقون، أولئك إيه المقربون، يعني اللي بيسارع ويبدأ في عمل الخير. تمام. يمكن لما تتحط الأواعد والأعمدة والهيكل الخرساني كده بيقوم في ناس كتير بتشوف البناء بتيجي على حس اللي اتعمل ده. يبقى أنت رحت تبرعت وتصدقت وساهمت في العمل ده، واللي شاف اللي أنت عملته وجه شارك بتاخد كمان الأجر بتاعه. جميل. فلا نتوقف ولا يعني دايما نبص للمسجد ده كأنه ابننا الصغير. بمعنى ايه نبص للمسجد وكأنه ابننا الصغير؟ دايما كده الإنسان المحب للخير لما يبدأ في مشروع ما بيروحش يحط قرشين ويسيبهم يمشي. تمام. ده هو حس ان المشروع ده ملكه. صحيح. ده هو ابنه. أيوة. اللي نفسه يدخل المدرسة وبعدين يدخل جامعة ويجوزه ويفرح بيه زي ما بيقولوا كده. فدايما هو شايف ان المسجد ده مش هيفرح بيه غير لما المسجد يتشطب ويتسلم والاذان يقام ويتفرش والناس تصلي فيه ويبقى زي الفل. صحيح. طيب والله انا قدرتي كده اعمل ايه؟ لا، انت عندك قدرات كتيره جدا. انت عندك قدرات ان انت تروح تبلغ اهل الخير وتقول للناس تتصل. يعني احنا احيانا يا دكتور واحنا في أيوه. بعض المساجد العمل بيتوقف. نقوم نكلم حد يقول لك طب والله انا يعني ايه ظروفي مش هتسمع، او انا كان معايا مبلغ ولسه حطه في المكان الفلاني ولكن سيبها على الله. فتلاقيه رافع سماعه التليفون على هنا على هنا. أيوة. يقوم هو محب للخير. صحيح. ومن اهل الخير، واهل الخير عارفين بعضيهم. عارف مين اللي يقدر يساعد. أيوة. وتلاقي سبحان الله تنقلب الامور ويجي واحد ما كانش ليه في الموضوع خالص ولا ليه في المساجد خالص ويقوم يكمل اللي الناس توقفت عنده ويأخذ هو الأجر كاملا. نقول لأهل الخير لا تتوقف، سواء كنت ساهمت أو ما ساهمتش. لو ساهمت قبل كده ومعكش فلوس تقدر تساعد بها في المسجد، الدال على الخير كفاعل. صحيح. حاول يكون عجلة الخير لا تتوقف، ما تقفش عندك، عرف غيرك. وكذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اسمه الشكور، ومعنى اسم الله الشكور أنه يعطي على العمل القليل الأجر الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيت في الجنة. تمام. يعني ده قد عش الطائر. صحيح. قد قلب طوب. طيب مين اللي يقدر يجيب في المسجد طن أسمنت؟ ناس كتير جدا لأنه مش غالي. مين اللي يقدر يجيب 1000 طوبة للمسجد؟ ناس كتير جدا. فهنلاقي إن في بعض الأعمال اللي هي في منظور الناس بسيطة ولكنها عند الله عز وجل عظيمة. صحيح. احنا ربنا بيقول لو انت حطيت اقل القليل في المسجد. طب يا سيدي شوف المسجد ده، في ناس كده تقول لك انا عاوز اعرف المسجد ده يعني محتاج كم طوبة. ايوه. يقول لك انا هشيل البند ده كله. في بعض الناس ممكن يقول لك انا هشيل بند الحديد او الاسمنت او الرمل او الزلط، وفي بعض الناس ممكن يقول لك انا هشيل المسجد من بابه. والله يا دكتور حصلت قبل كده في احد المساجد، حد قال يا جماعه ما تجمعوش للمسجد ده تبرعات تاني، وكان عن طريق حد يعني حصل. حد كلمه والراجل ده كان راصد مبلغ لبناء مسجد وجا حطه في المسجد ده. شوف يعني سبحان الله هو ما عملش حاجه غير انه رفع سماعه التليفون وكلم شخص. تخيل ان كل الانجاز ده
في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى. يا رب ربنا يكرمك يا مولانا. استأذنك، ده بقول كان مسجد، بنقول المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز، أي حد عايز يساهم فيه دايما بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة من خلال جمعية عمر ابن عبد العزيز، ربنا يكرمهم يا رب. أيضا معانا مسجد كده وانت رايح باسكندرية على الطريق السريع اسمه مسجد الرحمن في قرية الوفاء بالعمرية بالاسكندرية. المسجد ده يعني لو انت راكب عربيتك وعايز تصلي الجمعة، عايز تصلي اي فرض، انت واولادك او الناس اللي موجودين في القرية نفسها محرومين من كل الكلام ده. محرومين ليه؟ خلينا نشوف ليه في التقرير ونرجع بإذن الله نكمل مرة اخرى مع اهل الخير. بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل قرية الوفاء مركز العمرية محافظة اسكندرية، عندنا جامع مساحته 400 متر، عايزين أهل الخير يساعدونا فيه، لأن احنا ما فيش هنا الجامع ده في الحتة. أقرب جامع بيننا وبينه 2 كيلو، عندنا رجالة كبيرة وعندنا شباب وعندنا عيال عايزة تتعلم، والجامع قدام كهوت على الطبيعة. مطلوب من أهل الخير يساعدونا، بداء 150 متر رمل و200 متر سن وعشر طن حديد ومية وخمسين طن أسمنت. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحسنات بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. أنت مش بتساعدني، أنت بتساعد لنفسك، أنت بتعمل الآخرة. فإذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. دي صدقة. أنت بتتاجر مع مين؟ أنت بتتاجر مع ربنا، انت بتتاجر مع ربنا، مش معايا ولا مع غيري. جامع قدامكم على الطبيعه. يا اهل الخير، عايزين اهل الخير يساعدوا اهل قريه الوفاء. اهل اغلبيه الناس دي شغاله باليوميه، واليوميه النهارده ما فيش يوميه. عايزين اهل الخير من جوه ومن بره يساعدونا، ولكم الشكر. الجامع ده على طريق اسفلت، وبيننا وبين الجوامع الثانيه 2 كيلو، واحنا عايزين يساعدونا لوجه الله. وانتوا شايفين المنظر قدام عينيكم اهو، ساعدونا يا اهل الخير. بالنسبه للناس اللي عايزه تساهم، انت بتتعامل مع ربنا مش بتتعامل مع اي حد، لان النهارده عندنا المسجد في قرية الوفاء الجديدة مركز العمرية محافظة اسكندرية الصحراوي، وأنا راجل من ضمن الناس معايا معدة كالودر مثلا، رايح بساهم مع الناس وبسند مع الناس بما يرضي الله. وانت بتتاجر مع ربنا، ما انتش بتتاجر مع اي حد غير ان انت بتتاجر مع ربنا النهاردة. يعني اللي بيعمل خير النهاردة ربنا بيبارك له وبيزيد كل الخير النهاردة بتعود عليك. اللي بيدفع اي فلوس النهاردة يعني الجنيه النهارده بعشر امثاله. النهارده لما تعمل انت ربنا يكرمك وتعمل حاجه زي ده، هي هتفضل ليك ولعيالك ولعيال عيالك ان شاء الله باذن الله. فهو ده هو ان شاء الله باذن الله كله خير ليك، مش خير للناس. انت بتعمل خير لنفسك وبتتعامل مع ربنا مش بتتعامل مع حد. الجامع مساحته كبيره وعايزين اهل الخير يساعدونا عشان الناس تصلي، والناس الكبيره اللي مش قادره تروح الجامع اللي بتصلي في البيت، واللي والشباب اللي طالع الصغير والكبير، وكله في ميزان حسناتكم. احنا عايزين حد يساعدنا واهل الخير يساعدونا، لان الجامع الوقت يعني ما خلاص زي ما انتم شايفين اتهد. يعني احنا مش بنقول ان احنا مثلا ان احنا هنصلي فيه لا، اتهد خالص، وقع زي ما حضرتك شايف. فاحنا عايزين اهل الخير يساعدونا، يقفوا جنبينا في البناء. احنا بنبدا في المرحله الاولى، وعايزين أهل الخير يساعدونا في الجامع وفي بناء الجامع.
بان احنا كده دلوقتي ولا عارفين نصلي ولا عارفين نعمل، وعندنا عيال كتير عايزه تتعلم القران. ساعدونا، انتوا شايفين الجامع هو مهدود، واحنا بيننا وبين القريه حوالي 2 كيلو، وما بنلحش نروح الجوامع الثانيه ولا بنحضر صلاه جمعه ولا عيد ولا اي حاجه. يا جماعه الخير، انا راجل مش من هنا، من كفر الشيخ، وكنت شغال في المنطقه ديت، والناس دي عرضوا عليا ان انا اهد معاهم الجامع. فيا اهل الخير ساعدوا الناس الغلابه ديت، واللي يقدر على حاجه يعملها. احنا والله العظيم انا واحد مش من هنا خالص، واللي يعني اللي ربنا قدرنا عليه انا هعمله. فاللي يقدر يجيب حاجه يجيبها، طن حديد، طن زلط، 2000 طوب، اي حاجه. يعني مع أهل الخير دايما بإذن الله الخير موجود، وده كان مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الوفاء بالعمرية بالأسكندرية. نتمنى يا رب أنه ينتهي على خير، وأكيد مولانا الفاضل والجليل الشيخ عبد الأزري أكيد له تعليق على مسجد الرحمن. اتفضل مولانا. والله يا دكتور احنا شايفين حاجة تدعو إلى الفرحة وإلى السرور. احنا لسه منتقلين من مسجد عملية الإحلال فيه تمت إلى مسجد عملية الإحلال برضو فيه تمت بفضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله ومن فضل أهل الخير اللي هم لا يبخلون على بيوت الله عز وجل. وما زلنا ننادي أهل الأسكندرية ورجال أعمال الأسكندرية، مسجد الرحمن يحتاج إليكم، وأنتم أهل المروءة وأهل الكرم، فلا تحرموا هذا المسجد من تبرعاتكم. يا رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الفاضل الجليل الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف. كان عندنا المسجد الكبير في أبو المعاطي الباز ببني عبيد بالدهلية، وأيضا مسجد الرحمن بقرية الوفاء بالعمرية بالأسكندرية. يا رب ينتهوا على خير، اللهم أمين. بشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.